السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي. عندي كتاب النشاط صفحة 74 صفحة 75 يونت 5 لسن 4. read, match and write, اقرأ ووصل واكتب هذين الصور. English هذا رقم واحد. Science رقم اثنين اللي هو علوم. Maths رياضيات 3. ري اللي هي رقم أربعة الرياضة، وأرابيك رقم خمسة الأرابيك، والآرت الفنية سوري ميوزيك رقم ستة اللي هو هذه ميوزيك، وآرت فنية رقم سبعة، وعدي ايت ار اي اللي هو التربية الإسلامية. هذه هنا تكتب الدرس write your time table، الدرس الأول أو الدرس الثاني Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ask and say، استمع وقل Do you like English? Yes I do أو No I don't. What's your favorite lesson؟ شنو الهواية درسك المفضل؟ It's science. ننتقل إلى صفحة 75. عندي read track and write. هنا عندي 10 plus 1 11 زائد 1 11، هنا 10 زائد 2 12، ونقول 10 زائد 2 12، 10 زائد 3 13 و 10 زائد 4 14 و 10 زائد 5 15 10 زائد 6 16 10 زائد 7 17 و 10 زائد 8 18 و 10 زائد 9 19 و 10 زائد 10 20.